فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من إيرلندا يقول: عندنا يا شيخ قبور المسلمين في مقبرة واحدة مع قبور الكفار، وبعدها عن بعضها فقط إنما هو أمتار، وللمقبرة باب واحد، فهل يجوز لنا الدفن في هذه المقبرة علما بأنه لا توجد مقبرة غيرها، والدولة لا تسمح للمسلمين بإنشاء مقبرة مستقلة؟ هذا من آفات السكنة في بلاد الكفار، من محاذيره وآفاته هذه المسألة، لذلك شرعت الهجرة إلى بلاد المسلمين، والكون مع المسلمين ومفارقة الكفار من هذا الأمر وغيره، فلا يجوز الدفن في مقابر الكفار، لكن ما دامت مقابر المسلمين على حدة ومقابر الكفار على حدة غاية ما يكون وبينها فضاء أو مسافة، فالأمر أخف، الأمر أخف عند الضرورة، وإلا فلا يجوز أن المسلم يقبر مع الكفار، ولا أن الكافر يقبر مع المسلمين، بل يجعل لكل مقبرة خاصة. نعم.